طبعا كانت معنا هذه ابرز العناوين لحلقه اليوم، ولكن راح نبداها بالسريع باهم الهاشتاجات اللي تم تداولها على تويتر تحديدا، وهاشتاج ازاله التلوث البصري. شارك المغردون بفعاليه في هذا الهاشتاج، والكثير اعتبروا ان ازاله التلوث البصري في الاماكن العامه مهم جدا ولازم يتعاونوا مو بس امانه جده، ايضا الشباب والشابات والفنانين الموهوبين في إزالة التلوث والتشوهات اللي بنشوفها دائما بالأماكن العامة وفي الشوارع. هذا هاشتاج صراحة جميل جدا، يعني قريب إلى قلبي، لأنه إن شاء الله راح يلي، أنا متأمل خير يلي، إضافة تغذية بصرية، هاشتاج إضافة تغذية بصرية عن طريق الفنانين والفنانات اللي عندهم لمسات وعندهم حقيقة محاكاة لكل رسمة وبعد لكل رسمة هم برسموها. فإن شاء الله يعني كله جاي بالترتيب إن شاء الله من أمانات المناطق في المملكة أو حتى من هيئة الترفيه أو الثقافة والفنون، نشوف كيف حيصير الاجتماع على دعم الفنون.